مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم من جديد الى غرفه الاخبار وبالتحديد الى فقره ضيف الغرفه. اذا في هذه الفقره سنتطرق الى المراه العامله التي كثيرا ما تصاب بحيره كبيره لعدم قدرتها على التوفيق بين واجباتها المنزليه وايضا واجباتها في العمل، حيث يمكن تنظيم وقتها وحسب الاخصائيين يمكن تنظيم وقتها وحسن ادارته بما يمكنها او يمكنها من ممارسه حياتها بشكل الطبيعية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بالكوتشة خديجة بوغندقجي تويري. صباح الخير مدربة وعي وحياة، صباح الخير، رمضان كريم لك ولكل العائلة الكريمة. شكرا سلمى، رمضان كريم لك والمشاهدين الكرام. وموضوعنا هذا كتير مهم لأنه نحن في هذا الشهر الفضيل نعاني، والنساء العاملات ولا النساء المأكيتات ايضا يتعبنا من خلال هذا الشهر الفضيل. طيب قلت انه هذا الشهر الفضيل يقع على عاتق المرأة، نعم، كل الاعمال المنزلية، خاصة المرأة العاملة تكون عندها واجبات منزلية داخل المنزل وايضا خارج المنزل في العمل، وايضا ربما كيف يجب التوفيق بين كل هذه الامور اليوم؟ هل هناك تحتاج الى وصفة سحرية ربما من اجل النجاح في هذا الامر؟ يعني الوصفة السحرية صراحة هي تنظيم الوقت والإدارة تحت على الوقت، وتستعين بمصفوفة، مصفوفة وين تحط فيها كامل المهام اللي لازم تديرهم. احنا نعرفين انه الانسان بصفة عامة الا ما كانش منظم، ما كانش اورغانيزه، ما يقدرش يلقى نفسه، وهذاك الامر هذاك اللي يخلي يعني ما يديرش تنظيم الوقت تاعو راه رايح يدور عليه ويأثر عليه ويخليه يكون في دوامة توتر وغضب، وبالتالي أم رايح يتلقى مشاكل. هذا الشهر أيضا جاء مع فترة العطلة بالنسبة للتلاميذ، نعم، ربما ضغط إضافي على المرأة خاصة المرأة العاملة أنها، نعم، توفق بين العمل بين المنزل أطفال. وأيضا بين الأطفال اللي يجب عليها أن تعطيهم حقهم في، نعم، العطلة في، صح، التفسح وإلى ذلك. كيفاش ربما يمكن أن توافق بين كل هذه الأمور؟ دوك تشوف سلمى، على حسب نقولوا حنايا مثلا الا هي كانت عامله في المكتب ما تقدرش، ولا في مؤسسه ما تقدرش تدي الاطفال تاعها. تشوف يمكن انه الا كان يعني تخلي الاطفال تاعها عند الاولياء ديالها ولا يعني بيت اهل زوجها، ولا يمكن تقدر تخليهم في المدرسه، لانه الان المدرسه المدارس الخاصه تشد الاطفال، هدف اذا كان الاطفال تاعها يعني يقراوا ويدرسوا في مدارس خاصه، ولا ما كانش هكذاك تشوف شكون يعني قريب لها يقدر يشد لها الاطفال تاعها. وايضا تقدر تستعين بزوج تاعها الى هو الاوقات تاعو مختلفه، يعني هذا يرجع ل يعني البرنامج الخاص تاعهم باش يقدروا يشوفوا كيفاش يرتبوا يعني ويفرغوا وقت للاطفال ديالهم. يعني نقدروا نقولوا انه البرمجه والتنسيق بين الزوج، نعم، والزوجه، نعم، هو أكيد المفتاح، أكيد، الاساسي. اساسي، نعم جدا. طيب ربما نحكيه الان على الاخطاء اللي تقع فيهم المراه العامله اللي ربما يزيدوا عليها الضغط اكثر واكثر في هذا الشهر الفضيل. يعني هي شوفي للاسف في بعض الاحيان احنا نكونوا تحت ضغط العمل، تحت ضغط ايضا لا سيركولاسيون، وهذا الشيء الانسان يعني الا ما كانش هو ديجا عارف البرنامج تاعو لما يعود الى المنزل راهو رايح يطيح يعني امام امور اللي ما كانش هو ما يعني متصورهم ولا متوقعهم. لكن الانسان الى مثلا دار برنامج داري يعني كون حنايا صوره ذهنيه على اليوم ديالو ولا على الاسبوع تاعو هو احسن جدا. بهذه الطريقه راهو رايح يتفادى مشاكل ولا يعني مواقف اللي ما كانش هو مستعد لهم. طيب كوتش، نفترض انه المرأة العاملة اليوم تعمل من الساعة 8 والنصف صباحا الى غاية ربما الثالثة زوالا، ربما انت ككوتش وكمدربة وعي وحياة ربما شنو هو البرنامج الانجع اللي يكون مناسب للمرأة اليوم؟ انا نشوف عزيزتي مثلا ك يعني انا كامرأة، نعم، يعني عاملة، واش ندير؟ راني عارفة روحي بليك اليوم انا حنعمل اوكي، هذا مفروغ منه وباين بليك هادو هما اليوميات تاعي، لكن انا لما اعود يعني عندي توقيت مختلف على الايام العاديه. نحن في شهر رمضان عندنا توقيت تاع الاكل كما قال راهو واضح، يعني عليا انا اللي رايحة كما قال ننطبق على هذا التغيير تاع الوقت، نعم، وبذلك راني رايحه مام البرنامج تاعي تاع الطبخ ينطبق على التوقيت الجديد، بالتالي انا لازم نوجد كلش اون افانس، نوجد كل حاجات، اني عارفه واش راني حنطيب، اني عارفه واش لازم ندير في المنزل، الى مثلا ما كفانيش
الوقت خرجت وما رتبتش المنزل تاعي لازم كي نعاود نرجع نرتب وبعد نجوز. فهمتيني واش بنقول لك؟ انت اللي لازم تعرفي وانت اللي لازم تنطابقي مع التغييرات هادو. ما تخليش التغييرات يطيحوا عليك، لا لازم انت راكي عارفه بلي حيكون فيه تغيير خلال الشهر كله، في النوم، في الاكل، في اليوميات تاعك، في العمل تاعك، على الاولاد تاعك، على العائله تاعك. انت عزيزتي راكي حتنطابقي مع هذا التغيير، وبذلك تحطي برنامج جديد يتناسق مع هذا الشهر الجديد باش انت تكوني مرتاحه، باش تعيشي شهر رمضان الفاضل بقوه واستمتاع، ما يكونش ضغط وما يكونش فيه تعب وما يكونش فيه يعني ارهاق وملل وخلاه الانسان وبعد يدخل في مشاكل اللي للاسف ما كانتش مبرمجه. لو كان انسان برمج روحه ونظم نفسه، لو كان ما يطيحش في هذا ولا يتفادى ولا ما ملي راه رايح كما نقولوا حنايا يتلاقى بهم، راه رايح يتعامل معهم بطريقه سلسه. طيب قلتي انه شهر رمضان هو شهر ربما يتغير فيه تتغير فيها البرمجه عامه، سواء في العمل وايضا في المنزل. ربما اليوم تحطوا على الاولويات، يجب على المراه انها تدرس اولوياتها خلال اليوم، انها ربما تضع الاولويات في المرتبه الاولى بعد الامور تتأجلهم. يعطيك الصحه. حنا علاش كنديروا المصفوفه تاعنا؟ نديروا الاولويات باش كل ما هو يعني يجوز في يعني في الخانه الثانيه نتفاداوه، وكل حاجه نقدروا حنايا نعطيوها الانسان واحد اخر يديرها لنا نعطيوها له يديرها لنا، باش هكاك حنايا نبقاو مركزين وسورتو نغارديو كيما نقولوا حنا الطاقه اللازمه، باسكو النهار تاعنا طويل. وما ننساوش بلك حنا رانا صايمين، يعني الانسان هذا باش ماشي من بعد مور ما يقول الله اكبر ويفطر خلاه يتعب كما نقولوا حنايا راه رايح يتفرغ كامل من الطاقه تاعو. ولا تحدثتي على الطاقه وتحدثتي على النفسيه، نفسيه المراه، ربما هادو من النقاط المهمه. لو كانت يعني المراه بدون طاقه بدون نفسيه يعني في الحضيض، ربما حتى ولو كان عندها كل الوقت مش حتقدر تعمل البرنامج تاعها. اكيد عزيزتي، لانه الانسان اللي راهو تعبان ونفسيته تعبانه ما يقدرش يدير الامور. طيب كيفاش اليوم على المراه انها تجاري هاد التغيرات وتحافظ على نفسيتها وتحافظ على قوتها؟ يعني المهم يعني الاكل اللي ناكلوه حنايا لازم يكون صحي، ما نحوش ناكلو حنايا غير حاجات مليانين يعني بالدهون بالزيت القليان، هادو حاجات اما رايحين ياثروا علينا. الاكل اللي نتغداو حنايا اللي نغديو به الجسم تاعنا الماده تاعنا راح تاثر على المزاج تاعنا كثير. الا تاكلي بزاف حلويات ولا تاكلي بزاف مملحات راكي حتحسي ما منتيا سبحان الله التعب. ايضا انه انا نراعي ساعات النوم تاعي، لازم النوم تاعي يكون 7 سوايع هذيك ولا 8 سوايع تكون متواجده، لانه الانسان في رمضان للاسف يسهر. نعم. وبعد ذلك راه رايح يتاثر عليه كامل المزاج تاعو وكاين ادمانات وامور اخرى، ومن بعد يشوف بلي هو ما راهوش مليح، لازم يعاود يراجع طريقه التغذيه تاعو، يعاود يراجع ساعات النوم تاعو، يعاود يرجع كل هذه الامور اللي حتخليه ان شاء الله يجوز الشهر هذا. طيب تحدثتي على نقطه النوم اللي هي نقطه جد مهمه جدا يجد ربما يصرى لها خلل في شهر رمضان. أكيد. كما قلنا قبل قليل أنه شهر رمضان جمع العطلة في الأطفال. أكيد. هل اليوم على المرأة والمرأة خاصة العاملة أنه تضع برنامج للأطفال خاص بالنوم، خاصة أنه تأخذ بعين الاعتبار أنه راه في عطلة، وإضافة إلى أنه شهر رمضان؟ نعم عزيزتي، هذا مهم جدا، لأنه هي رايحة تتعب تعيا، بس كعلاج دو كمان ولادها، هي راهي سايمة بدأت ولادها ما راهمش سايمين، لازم هما يقعدوا في يعني في كما قلوا إحنا في الروتين تاعهم اللي راهم معتادين عليه، ياكلوا على 12 مش كيما حنايا، حنا كنا صايمين وبدات عندهم الكوتي، عندهم هذا اللونجا تاعهم ايتو. صديقك هنا هذا الطفل هذا لازم تراعيه ولازم يكمل يرقد كيما مالف. يا سيدي نقولوا باغ حنا في رمضان نزيدوا لهم حتى 9 ونص ولا خلاص، ساي هذا الطفل صغير لازم يريح. مام هي الام هذه لازم ترتاح، باسكو الاطفال يعني يستنيدوا الطاقه من الام، وهذه الام هذه ما راهيش روبوت تتعب، ولازم لها وقت وين تقعد ترتاح هي ايضا في هذاك الهدوء في هذيك الرتبه، باش حتى مام هي تعاود تتواصل مع ذاتها عزيزتي. لذلك لازم تحافظ على يعني روتين التغذيه وروتين النوم للاطفال، مهم جدا. طيب اليوم هل هناك ربما روتين يجب على المراه ان تاخذه من اجل استعاده الطاقه في نهايه اليوم؟ انا نشوف انه هي لازم المراه لما يعني تكمل كل امورها تقعد شويه مع نفسها، كما قال الا تقدر كاين نشوفوا بلي كاين نساء يروحوا يمارسوا رياضه، يشوفوا مش عارفه كيفاش يديروا يرتبوا نفوسهم، بدك يجيو يخليوا ولادهم عند لا فامي تاعهم ولا تجيهم خطهم ولا اي واحد ويروحوا يديروا شويه رياضه. هذيك الرياضه الا قدرت تروح يعني لاصال مليح، ولا قدرت تواسي في الدار حتى
تعاونها بزاف بزاف بزاف. بس علاش حنا الجسم تاعنا كي يتعب سلمى لازم نعاودو نديرو حركات باش نجددو، لانه احنا ماناش موالفين نديرو هاد اللي كيما نقولو حنايا لي زيفور بدون اكل، ومن بعد يجيونا سوبيتمون في شهر واحد لازم ديري كامل هاد لي زيفور، وبالتالي الجسم تاعك لو كان تعطيلو شويه رياضه راه رايح يتناسق ورايح كيما قال يتجدد بسرعه وتحسي قله التعب. ربما هذا هو الخطا اللي نقع فيه كامل، انه فجاه ندخلوا في شهر رمضان، لكن ربما يجب من قبل انه نجهزوا نفسنا نجهزوا عقلنا انه شهر رمضان هو قادم. صحيح، ممتاز. شوفي هذه النقطه كثير مهمه، لانه علاش قبل رمضان الانسان اللي عنده ادمانات، انا عارفين احنا في المجتمع تاعنا كاين اللي يدخن كاين يشرب القهوه وامور اخرى، لذلك الانسان يبدا يقلل من هذه الاشياء حتى الجسم تاعو راه رايح يعتاد. كاين بزاف اشخاص اليوم الاول من رمضان يقول لك راسي يوجعني، ما يقدرش ينوض من الفراش، ما يقدرش يخرج، مزاجه معكر، يعني مش انسان طبيعي. وهذا راجع لعدم استعداده، لانه انا كي نبدا نستعد ونبدا نهضر مع نفسي نقول لك راهو جاي شهر، ندير يعني كما نقولوا حنايا استعداد، والاستعداد هو نصف النجاح. الانسان اللي يستعد هو يستعد للفشل، ذلك انا نوجد روحي ومن بعد نحن نعيش هذيك التجربه لاني بنيت هذيك الصوره ونحن نتناسق معها ونعيشها بيسر ان شاء الله. طيب النفسيه، النفسيه اليوم تلعب دور مهم جدا سواء للجميع، نعم. ليس فقط للمراه العامله، لكن ربما المراه العامله تكون لها دور مهم اكثر لانه عندها عمل خارجي وايضا عمل داخلي. صحيح. اضافه الى ايضا التزامات شهر رمضان، انه شهر رمضان ماشي فقط عمل واكل وانما ايضا التزامات مع الشهر بحد ذاته. صحيح صحيح، يعني المرأة هذه يعني نحيوها اولا ونعود نقول لها بلك لازم تكون يعني منظمة، تكون تريز اورغانيزي، ولازم تفرغ وقت نفسها، وكما قال دير الاولويات تاعها، تعرف وشنو هي الحاجه اللي مهمه على حساب هي واش راهي مبرمجه في المنزل تاعها وعلى حساب الحياه تاعها والبرنامج تاعها يعني الشخصي، بالتالي هي حتعرف كيفاش تناسق. باسكو الا ما تعرفش شنو هو الحاجه اللي كيما نقولوا حنايا في اليوم تاعنا عندك حاجه اللي ثقيله، هذيك اللي لازم ديريها، باسكو كي ديريها راكي حترتاحي تخفافي. بصح الا هذيك ثقيله تخليها هي مع لافين جورني، مع لعيا، مع كيما نقولوا ستريس، مع ماناش عارفين امور تاع الحياه، راكي رايحه تتعبي ومن بعد خلاص تملي سلمى، تكرهي خلاص الانسان هذاك يولي خلاص ساي، يولي غير يطيش ويولي غير يزربط كما حنا نقولوا بالعاميه، حتى خلاص ساي تخلص ليسونسييل تخلص، ما كاش يروح هذاك الجو وهذيك البيئه وهذاك الاستمتاع وهذاك كما قال الانتعاش والفرحه، خلاص يولي الانسان لانه خلاص ما يعرفش الاولويات تاعو، ما يعرفش ينظم نفسه ويطيح في هذيك الدوامه تاع التوتر. طيب هناك كما قلنا انه شهر رمضان هو شهر عنده ربما طقوس خاصه، هل الطقوس ربما ممكن تتحول الى روتين ممل مع الايام؟ ربما كيفاش اليوم المراه العامله والمراه خاصه المراه عامه كيفاش ربما تتخلص من هذا الروتين وتخلي شهر رمضان طيله الشهر 30 يوم 30 يوم من البهجه وايضا السرور في العائله وتنقص من هذاك الضغط داخل الاسره. شوفي هي شوفي احنا كيفاش باش ما نطيحوش في الروتين، لازم نبدلوا طريقه ادائتنا للروتين. يعني مثلا انا كنت نقولوا باغ اكزومبل الصباح كنت نوض ديريكتومون نروح للخدمه، قال لا نولي نوض شويه بكري ما نصلي الفجر تاعي ايتو، نشوف الى نقدر نحضر شي حاجات، نقص على روحي، نقدر نخمل الدار نخملها قبل ما نخرج، باش كي ندخل اوليو ديريكتومون نروح للكوزينه نريح شويه نقعد، فهمتيني، نستغل روحي نقرا شويه قران، نسبح نستغفر ومن بعد ندخل، يعني نحس باللي كان فيها بوز، يعني وين انس كان فيها شويه كما قال راحه، كاين شويه تغيير. ومن بعد مثلا والحاجات اللي نقدر نقصهم قال انا اليوم بعدا مر ما نكمل ديريكتومون نزيد نغسل الماعن ولا خريتو نروح نصلي التراويح شويه، باسكو علاش قدرت نظم روحي اوترومون، راني قلت لك هي تولي ومن بعد تتغير اون فونكسيون، هي كلها قضيه تنظيم وقضيه تنظيم وقضيه تغيير لطريقه اداء الروتين تاعنا. هو ماشي الروتين يتغير، انت لا فاصون اللي تكوني ديري هو نفس الروتين لكن صرتي ربما انت كما نقولوا حنايا تعاودي تجدديه، ديريه بطريقه اخرى وبالتالي كتحسي بلك فيه تغيير.
فهمتيني عزيزتي؟ نعم. نفس الطريقة. طيب، هو هذا الشهر فيه العديد من الالتزامات، العديد من المشاغل، ربما المساعدة لها دور مهم جدا. مهمة جدا المساعدة. أكيد المساعدة سواء من الأهل وخاصة من الزوج، خاصة بالنسبة للمرأة العاملة. نعم. ربما كيفاش اليوم يكون له دور هام في أنه نجاح هذا الروتين يكون ناجح وفعال بصفة خاصة؟ انا نشوف بلك المساعده في البيت، اخي يقول لك الانسان اللي يساعد اخوه يعني راه رايح يخفف عليه، وراه كما قال يساعد في نفسه. علاش يساعد في نفسه؟ دوكا انايا مثلا دخلت للمنزل كرجل ونشوف بلك زوجتي دخلت مر طول لا جورني وهي تخدم، ومن بعد تزيد جوج الكوزينه والدراري والستريس هذا كل اخريتو، انا واش فيها نعاونها؟ ما في حتى حاجه. يعني عندك تعاونها راك تخلق جو جميل لنفسك، باسكو هذه المراه هذه تكون نقصت عليها تكون سعيده، تكون فرحانه، يعني بشوشه، عندها ابتسامه على وجهها، ما من انت تحس روحك الاز ماشي تدخل الدار وقال انا نشد لها شويه دراري ومن بعد ولا نرقدهم، باسكو جينيرالمون الرجال كي يجيو من الخدمه عيانين يروحوا يريحوا يرقدوا شويه. نعم. المراه مسكينه ما عندهاش هذاك الوقت باش تروح ترقد، تروح ديريكتومون للكوزينه. انا قال ما لا نشد انا الدراري، ولا مثلا نحط الطابله، ولا باغ اكزومبل نشوف انا نقدر ندير جو، ندير سالاد دو فخوي، ندير اي حاجه. يا اخي راك في دارك وانت حر، صح ولا لا؟ لا، او كونترير السعاده تاعك انت اللي تبنيها. هذه كما قال امر مفروغ منه، انه انا اللي نبني السعاده تاعي، ما نسناش انه السعاده تاعي تاع حاليا، مستحيل. وبالتالي انا لما نعاون زوجتي راني نعاون في نفسي. ومن بعد مثلا كي طيب لك حاجه زوجة تاعك كلمه طيبه، يعطيك الصحه يا مرتي، فريمون جات بنينه، او كونتر هي رايحه تحس يروح لها كامل هذاك التشجيع. حنا هذاك التشجيع وهذاك التحفيز حنا كنساء، لما الزوج الازواج تاعنا تقول كلمه طيبه تحس بلك هي شغل خلاص عاد عاودت تجددت كامل الطاقه تاعها وتقدر تكمل كامل الشهر. كلمه هكذا طيبه حلوه كما قالت تخلق هذاك الجو الجميل. ونفس الشيء للمراه، المراه لانه المراه ايضا لما زوجها يدخل اذا كانت هي ماكيده في البيت ولا ما تطيحيش عليه ديريكتومون بالشكا والدراري وعياوني والصيام، لا عزيزتي خلي كما قال بعد كما قال الفطور، وتكون اجواء كما نقولوا حنايا مريحه، ونهضروا على هذوك الامور اللي تعبونا، نشكروا لانه انا نشوفوا الاسعار تاع الخضر والفواكه يعني في السوق غاليه بزاف، نشكروا لانه هو جاب لك هذيك القفه وكل حاجه حتمنيتيها جابها لك، شكرا يعطيك الصحه، ربي يبارك لي في صحتك. كل هذه الامور اللي تخلينا نكونوا في اجواء جيده، وعاونك وما دارهاش مليح معليش خليه يدير، ومن بعد خطره الجايه ورايح يتحسن. بهذه الطريقه نخلقوا هذاك الجو، ما من الاطفال نخليوهم يعاونونا كما قال ما داروهاش مليح معليش، خليه يحط اليوم الكيسان لي زاسيات، يحط الفراشه، اي حاجه بطريقه هكا، ومن بعد حنايا فقط نعدلو ماشي كيما ندير كلش وحدي. ربما الامتنان المتبادل، الامتنان المتبادل، الاسلوب الطيب، الكلام الجميل، كل هذه ربي سبحانه وتعالى يقول لك وقولوا للناس حسنا، يعني حنا نحسن بعضنا بالكلام بالاسلوب. يعني هذا شهر فاضل مليان يعني بالاجر والفرص القيمه، لذلك احنا كازواج ديجا حنايا عندنا مسؤوليه انه نخلقوا هذاك الجو. معليش اللي خفيفه عليك الثقيله عليه، واللي ثقيله عليه خفيفه عليك، وهكذاك ان شاء الله راكم حين تستمتعوا في هذا رمضان ان شاء طيب الله. طيب هذه النقطه ربما نقطه صعبه نوعا ما، لانه ربما الذهنيات تختلف من فرد الى فرد، من منطقه الى اخرى. أكيد. ربما اليوم كيفاش على يقع هذا الامر، ربما يقع على المراه انها هي اللي تساهم وهي اللي تخلي زوجها يدخل فيها، يدخل ويساعدها. ربما كيفاش طريقه انها تدفع الزوج انه يساعدها في المنزل؟ برافو عليك سلمى، لانه احنا بطبيعتنا كنساء تبرمجنا انه احنا النساء احنا اللي نسهلوا كل شيء، وحنا اللي نقدموا كل شيء للرجال تاعنا، باسكو بوتيت فهمونا بلي الراجل ما يعرفش يدير، وهذه خدمه المراه. لا، الراجل يعرف يدير عزيزتي، يعرف يدير كل الامور، فقط الاسلوب تاعك هو اللي ما يخليش يساعدك. علاش؟ لانه كاين نساء تقول ما ديرش هكداك، ما ديرش هكداك، لا لا دوك زدت لي الخدمه، ولا باغ اكزومبل يجي يدير حاجه يقول نعاونك، يبدا يدير لا لا ماشي بهذيك لا فاصون، جو تخوفو خلاص يخليها يروح يولي ما يديرش، ونهار تكون هي متعبه ومرهقه تقول له ما تعاونيش، شغل فيه تناقض. نعم. فهمتيني عزيزتي؟ لذلك انا لا نخلي زوجي يجي كيما دارها، نقول له حفزو كيما حنا نحفزو الاطفال، يعطيك الصحه جاتك هايله، ومن بعد الخطره الجايه نزيد لها زعما هكذا كيما حنا يديروا لنا والدينا، الخطره الجايه زيدي لها مثلا شويه قارص ولا شويه سكر ولا مانيش عارفه انايا، سقمها تشجع، سقمها ادوات ولا اكوش، ولا ديرها هكذا كاغي ولا ليسونسيال. فهمتيني عزيزتي؟ مسح توجور بينيلو وفهميه بليك راهو في الطريق الصحيح، بليك واش دار راهو بالقدر الكافي، بليك هذا الشيء جميل، ومام هو
يولي يستمتع معك ماشي يولي يتقلق معك او كونترير انت اللي تتخلقي هذاك الجو وتخليه يجي وتحتويه وتستمتعوا مع بعض. لمالا لمالا نحن في مجتمع كما قال راهو يتطور وست يعني رانا في المودرنيزم صح في التحضر والحمد لله الجميع نشوفوا بلك خاصه اليوم سواء الرجل والمراه الاثنين يعملوا يجب انهم يتوافقوا ما بيناتهم من اجل يعني انجاح هذه العائله والاسره. اكزاكتو ان شاء الله ربي يقدرهم ان شاء الله. شكرا عزيزتي. شكرا لك كوتش خديجه مدربه وعي وحياه على هذه المداخله وعلى كل هذه المعلومات. شكرا لك. شكرا عزيزتي. اذا مشاهدينا كانت هذه فقره ضيف الغرفه لنهار اليوم، بقيت الفقرات متواصله لكن بعد الفاصل.